خلينا نشوف عندنا اول حاجه دجاجه انا بجيبها كيلو ونص، وبنبدا اللي احنا يعني الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لك لو انت جبتيها وخليتيها، فانت بتروحي عند اي حد بتاع الفراخ وخليه يخليها لك ويسيب لك الاثنين دبوس دول والجناحين دول سلام زي ما هم، لكن دي كلها من جوه مخليه ما فيهاش اي عظم انا خليتها. لكن انت لو بصراحه لو كان في وقت في البرنامج انا في واحده موجوده معايا ممكن ان شاء الله اخد برنامج اللي احنا نخليها مع بعض واقول لك الطريقه ازاي. طيب اول حاجه المقادير قدام حضراتكم على الهواء، هحط بس الحله السلامبوش دي عندي على النار وهنبدا ان شاء الله اللي احنا نبدا نعمل فيها الخلطه بتاعه الرز. دي التتبيله اول حاجه، بصل مبشور، طماطم مبشوره، بهارات، بابريكا، زيت زيتون، معلقتين مستردة، شويه ملح وفلفل. تمام. بعد كده عندي خلطه الرز عباره عن خضار مشكل، عباره عن بصل مفروم، عندي كوبايتين اتنين من الرز البسماتيك، بعد كده عندي طماطم مبشوره، عندي شويه من البزار اللي هو الكركم، بعد كده عندي مجموعه الخضروات اللي احنا نحطها تحت في البايركس، عندي بصل اخضر، عندي بطاطس، عندي طماطم، وبعد كده عندي شويه بهارات، شويه كزبره مفرومه، ورق لوري، وحبهان. اول حاجه كده اهوت بنبدا نعملها، يعني هنبدا نعلق عندي على الايه على الرز عشان يلحق اللي هو يستوي معايا. ويلحق يبرد وبعد كده نبدا ان شاء الله نحشي بيه الايه الفراخ. طيب نبدا نفتح الحله بتاعتنا، وزي ما انتم عارفين الحله اللي احنا شغالين بيها ديت من انضف انواع الحله الاستانلس اللي تقدري تجيبيها 18 على 10، دي النوع الاستانلس اللي احنا شغالين بيه الاستانلستين، دي تقدري تجيبيها تشتغلي منها وانت مغمضه ما بتحرقش الحاجه وبتطلع الحاجه مظبوطه 100%، دي هتلاقيها على صفحه برايتز هاوس التجاريه. حط البصل، نبدا ان احنا نشوحه كويس جدا، سن الزيت كمان، وبعد ما البصل عندي يتشوح كويس جدا بنبدا ان احنا نحط عندنا مجموعه الخضروات بتاعتنا، الجزر والبسله، ماشي، وبعد كده نبدا ان احنا نشوحهم مع بعض. تمام، حطينا الخضار المشكل وحطينا البصل وحطينا الزيت الزيتون، هنحط طماطم عندي مبشوره، وبعد كده نحط عندنا شويه من الكركم. تمام، بعد كده اقوم واخد عندي شويه من الملح، وبعد كده عندي شويه من الفلفل الاسمر. تمام، اقلب عندي الخضار مع الرز البسمتي قدام حضرتك اهوت، وبعد كده ايه احنا مش بنسوي الرز، احنا بنسوي نص ايه نص تسويه، فبجيب عندي الكاتل وتكون في ميه سخنه، وبلاش اللي احنا ايه يعني نحط الميه المعتاده اللي احنا بنحطها للرز البسمتي، يعني لو بنحط على كوبايه 3 كوبايات من الميه، لا هنحط على كوبايه الرز كوبايه ونص بس من الميه، والباقي هيستوي جوه الدجاج نفسه. خلينا نشوف عندنا التتبيله اللي احنا هنعملها للدجاج بقى، بحط عندي معلقه مستردة، وبحط عندي بصله مبشوره، الله عليك اصحى فنان شويه طماطم مبشوره وشويه من البهارات، شويه بابريكا، وبعد كده عندي شويه من زيت ايه زيت الزيتون. طيب ناقص ايه؟ ناقص شويه ملح وشويه فلفل صغيرين، نجيب عندي الملح والفلفل، تمام، ده طبعا بنجيبه ملح وليمون، وكويس جدا نقوم ضربينهم مع بعض ونقوم حاطينها تحت الميه، وبعد كده حضرتك نقوم واخدينها حاطينها على طول تحت المصفى، يعني في مصفى كده اهوت نصفي منها اي سائل زياده من الدجاج كويس جدا. والدجاج لتالت مره وال20 مره بقولها لقيتيه زفر ما تجيبهوش، لقيتيه في ريحه الزفاره جامده قوي،
فوق بقى من ايه، لا هنشيل الزفاره لا يعني هو انت بتشم ريحه حلوه، فانت ليه تجيبي حاجه ريحتها مش حلوه وتشتغلي بيها؟ ما لهاش لازمه اصلا من اول تجيبيها. هجيب عند الدجاج صفيها اهوت ونحطه هنا في البايركس. انت حبيبي. ونيجي من جوه بقى يا باشا وناخد عندنا التتبيله الجامده ديت ونبدا نحطها من جوه الدجاج كله. يلا احنا كده خلصنا اهوت الايه الدجاج بتاعنا خلاص. هناخد عندنا اهو بعد ما اتبل هنسيبها حوالي نص ساعه فين في التلاجة، يعني بعد نص ساعه ان شاء الله هنقوم واخدينها ونبدا اللي احنا نطلع الرز اللي احنا سويناه نص تسويه، وبعد كده نبدا اللي احنا نحن. الرز خلاص استوى نص 50%، وبعد كده الدجاج عندي زي ما اتفقنا اتبل. شفت اللون الحاجه شكلها حلو جدا تمام، تفتح النفس. نجيب بقى عند البايركس اللي احنا نبدا نشتغل فيه، فبجيب عندي فيه بطاطس، اقوم واخد عندي بطاطس عندي شرايح تمام قدام حضرتك اهيت. شوية بطاطس عندي عندي بصل اخضر هنجيبه برده نفس الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والبايركس جنب اهوت على طول على ايدنا الشمال كده اهوت، نقوم واخدينه حاطينه هنا كده اهو، وبعد كده نقوم واخدين عندنا بصل اخضر بسم الله الرحمن الرحيم، شرايح برده هنا، الطماطم هنا، شويه كزبره مفرومه، شويه من البهارات، ورق لون، وبعد كده ايه حوالي 4 فصوص منين حبهان، فلفل اسمر وسنه ملح بسيطه جدا تمام كده. نبدا نعمل ايه بقى؟ هبدا ان انا اجيبها الحاجات دي مع بعضها ونقلبها يا سعاده الباشا كده. حلو الكلام، الله يخليك خير. بعد كده يا باشا نقوم واخدين عندنا الايه الدجاجه، حلو كده نقوم حاطينها هنا. اطلعها لك هنا يا باشا عشان كده تبقى ايه اروق لك الدنيا كده، وتقوم عاملاها كده واخده الرز الله، ونبدا نحشي. دي في عزومه ديت حكايه اهي ما شاء الله. بص ربنا يبارك في الرز، ازاي يا حمدي؟ الحمد لله. بص املي بقى الحته اللي هي بتاعت الجزء بتاع الصدر عشان ايه تحس ان انت بتعملي ديك رومي، احنا مش بنعمل فرخ. بص بقت عامله ازاي، قلب الديك رومي على طول. تمام، ده كلها ايه مخليه من جوه، خلي بالك. بعد كده اهوت بنقوم عاملين ايه؟ نقوم جايبين عندنا فويل. اهو هنقوم ايه جايبين الرجلين دول كده هنقوم مكتفينها تكتيفه كده محترمه الله تمام كده ايه، ونقسمها كده اهي. وبعد كده نقوم واخدين عندنا التتبيله اللي احنا باقيه معانا ديت ونبدا ان احنا نحطها كده عليها من فوق، والسلام لو مكعبين زبده. وبقيت التتبيله دي يعني لو مكعبين زبده عليها من فوق يا سلام، تدي اللون الذهبي المحترم. تمام اهو. نعمل ايه بقى يا عم حمدي؟ بنقوم مغطين عندنا بالفويل، حلو، ونقوم مدخلين عندنا فين الفرن، درجه حراره كام؟ 180. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي قدام حضرتك اهيت، درجة حرارة كام؟ 180. ونبدأ اللي احنا نسويها نص ساعة، تقومي شايلة الفويل، تبدأ تاخد اللون الذهبي المحترم اللي احنا عايزينه، ونبدأ نقطعها بالهنا والشفا. نقطعها ازاي؟
بترانش او بسكينه مشرشره عندك، تبداي تقطعيه كده اهوت، هتلاقي بقى ايه الرز من جوه استوى وكل الخضار من تحت برده وكله تمام التمام. بس اهم خطوه في الموضوع شويه ميه سخنه كده من تحت. عشان تسوي الخضار اللي تحت. اللي طبعا اهم حاجه في التتبيله سيبيها نص ساعه ساعتين في الثلاجه، اللي هو الدجاج نفسه بعد ما احنا تبلناه يكون افضل. تمام، قفلنا، نفتح الفرن بتاعنا ونبدا ان احنا على طول بالتسويه على طول على درجه حراره كام؟ 190 قدام حضرتك اهي، ونقفل لحد ما تبدا ليها تستوي. الروايح 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 الاكثر من الجامده. تعال نشوف عندنا الصلاة على النبي، يعني حاجة كده ايه، اوعى الديك الرومي. الفرشة بقى كده ونجيب كده ايه ونحط ما فيها زبدة من تحت. نأكل عيلة الله أكبر ديت، عيلة كاملة نحطها كده ونسيبها تكمل التسوية. فويل كده واحدة كده واحدة كده تمام، وتقومي جايبة كده الاتنين مع بعض، وتقومي حاطاه كده وجايبة المقص، يعني حركات يعني، ونعمل كده تمام. وبعد كده تقوم واخداه فينا يا عم حمدي على الرجل هنا، كده وتقوم ايه فتحها كده زي الوردة بقى. ماشي. وعملنا الدجاج برضو قدامك، طبعا لما يبرد بقى سلام. انا والله عايز اجيب الترانش دلوقتي اقوم فتحها لك من جوه واوريها لك بقى الرز وهو جوه من غير عظم. لكن للاسف الوقت ما تكبسيهاش رز قوي، ما تحاوليش تكبسيها رز على قد ما تقدري، حاولي بس ان انت ايه تعمليها الشكل اللي حضرتك شايفاه، لان ما كبستهاش قوي زي ما انت شايفه عشان ما تفتحش منك من الجناب من هنا او من هنا، تطلع سليمه زي اللي قدام حضرتك ديت.